طبعا هي مواساة بالمناسبة القديمة والحد اللي تعرفه الدكتور علي عز وجل، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، ونحمد الله ونشكره على الحال اللي كان عليه وأفضل مما كنا نظن، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد. يا لها لحظات عشناها لما نحمد الله إنها جاء سليمة، والشكر لله دوام قدر الرحمن وما جاكم مقدر، فاصبروا والصبر عند الله مقدر، زين وانتم سالمين مخرج الأرواح نعمة ما تقدر. لا بأس يا دكتور تنزاح الغمامة، والأجر لما عبد الرزاق والسلامة، والأذى منكم بعيد، هذا أمر الله اللي صار سائر، ما جرى مكتوب مهما كنت حاذر، الحذر ما عاد يفيد، جاءت بالموتر ومنها الله حفظكم، العذر دكتور منكم والسموحة، العذر دكتور منكم والسموحة، ما سمحت لي بجيها وبروحها تطمئن فيها النفوس، علنا نسمع خبر عنكم يسره، إن هذا اليوم ولا جاء بكرة، ربنا لطف عظيم، ربي يلبسكم قياطين السعادة. جيني صفر مثل القلوب اللي رهاف، جيني غصن لا فحت زهار ينود من خفته مهما انحنى، مهما تعطف وانت نعم ذلك اهل الله ما يسمك وراك. جيني صدر مثل البحر لا تبني مثل هذا الرب، من غضبته يفتك بالبحار غدر ما حد يتعدى ساحل الا مرك. جيني دفا مثل الجبر يدفي برادي بليلتي ما ينطفي قبل الفجر، لا تقبلي مثل الرماد اللي انتفر، له كحل زان العيون وله لها يشعل سكون، ولحد انقبس منه نشك. جيني من النسوة نسا، جيني ملاكي في نسا، نايم بأطراف النهار يصحى على حضن المساء، لا جيت بحلا معطوف يحتار وين حطني ما غير سكين الحلب. أظن أن قرينك ملك السماء. هذا انا اعوذ بالله، هذا انا وما حد يكره مثل البيوت، ولا حد ينصرف خاطري الا تجاوز الحدود. ارجوك يا ابني ناظر لا تنصرف وجه الوعود، ودي اراك كل شيء موجود في هذا الوجود، كل افتراض عندك على هذا. السلام وصل الله يوصل الحين، تقف الكلمات خدمة الله يوصل. بسم الله. بالمناسبة يا دكتور عبد الرحمن الكلام حقيقة أنه الأستاذ يحيى الأمير هذا كنت مؤسس بروج اسمه بروج الكويت المحافظين بروج ثقافة وجمع في كل كوكب حقيقة من النجوم الصابعات ومن النجوم المعنيات من المفكرين والمثقفين والأدباء والشعراء، ورأيت فيه إضافة اليوم أنا إضافة جدا ممتعة. الله يزخره. دكتور شابة بن يحيى الأمير هو نجم هذا الأسد العظام فرق، وكما يقال هذا الشبل من ذاك الأسد. الله يزخره. ولدك عظيم يا ولدي. الله يزخره. ليس من عظماء المنطقة. ولدك عظيم من عظماء. الله يزخره. فالحديث إليك. قل لنا ما تريد. يا بائع المسك. يا حامل المسك وبائع المسك. وما يبيع ويهدي. السلام عليكم. أولاً. استوبا من أهل البلاغة والفصاحة مثل ما أدنى عليها أخي وحبيبي الدكتور علي بن جبل الدين. السلام عليكم. ولكن كلامه يزيدني شرف إلى شرف ورفعة لما يتكلم الدكتور على علي جمال علي جمال الدين بن هيجان، يعني يبع شخص أو يمدح شخص مثل علي يزيد رفعة، فرفع الله قدره وأتى
أكرمه الله على هذا الثناء. والحقيقة نحن نسعى على أن يكون المنتدى جيزان تكافأ أدب لمنطقة جيزان ولأبناء منطقة جيزان عموما، ويكون محل إفادة للجميع، ونسعد بمن فيه وهم رجال أيضا أوفياء وكرماء وشهراء. وكما تحدث سعادة الدكتور كان في إضافة، ونعرف ما لمح إلينا الإضافة إضافة العنصر النسائي. حقيقة أخوات فاضلات أجيبات وقلنا من قبل في المنتدى، وهناك من حكر عليهم هذا الشيء واستأذننا وغادرنا. الآن بدأنا نضيف هذا العنصر النسائي في المنتدى كي نستفيد منهم. أولنا معظمهم مربيات مشرفات وأديبات شاعرات كاتبات نص، يعني هم شقائق الرجال وفاضلات أيضا وفاضلات، هم شقائق الرجال ولا تكتمل الحياة إلا بهم. فهذا ما عشان في سعادة الدكتور، وأنا سعيد على أن من المنتدى هم أمثال هؤلاء الرجال. أنا محمد عطيف وسعادة الدكتور علي جمال الدين هيجان، الأخ إبراهيم، الأستاذ علي عرار غروي، وسنضيف ضيف عبد الرحمن. ضيف عبد الحسن رجال أيضا تقريبا عندنا في المنتدى حوالي 50 دكتور، هذا دكتور بشري ودكتور أدب ودكتور جبران ودكتور شريعة السحاب، هذا أربعة دكاترة سوا. لا خلاص أنا جبت دكاترة، عندنا أيضا من المسؤولين العسكريين ما يعادلهم المعلمين بهم، وهم أساس العلم وتعليمهم المعلمين، المعلم هو المربين، يعني المعلم هو أساس كل شيء، كل أوجد علم الملازم وعلم الرائد وعلم الدكتور وعلم وصل بدوا من مرحلة البداية وصلهم إلى أن يرخصوا. نعم هو المعلم هذا لم يمكن بعضهم تعلم أساس. لا أنا ما أعرف. ما شاء الله يحترم. أنا أخذ الحفظ. خلاص. خلنا هذا. هيا.